بنعيف والله من يغطي مكان متروفيتش؟ طبعا شوف اقرب واحد انا بالنسبه لي ممكن يكون صالح الشهري كلاعب عمق موجود. انت بتلعب طبعا التشكيله بونو بعدين المدافعين الاربعه حقين المباراه اللي راحت بعدين نفيز وسلمان سافيتش هذا هو اللي يدخل لك في النقاط العمياء ويكمل مع راس الحربه مالكم عاد هذا لا اذكى لاعب في تقريبا كتكتيكيا ممكن تحطه على الطرف ممكن يدخل مع المهاجمين ممكن يطلع ونفس الادوار اللي قاعد يقوم فيها برضه نفس حكايه سالم الدوسري. فلذلك انا بالنسبه لي المباراه هذه مهم جدا عندي القضاء على مواقع الكرات الطويله اللي تروح الرحيمي. انت لا تفكر تراقب رحيمي روح المنبع روح للمنبع لان رحيمي سرعته عاليه جدا ولاعب ذكي يعرف يتحرك وجالس يتحرك بعدين خطوتين هو في ال18 ولا وجالس يتحرك مع الهجمه تروح يمين وهو يروح يمين وراها يروح يسار ويروح يسار بس ينتظر بس وهم عارفين وان المكان اللي بيجي فيه وطريقه لعبه. لذلك انت حاول تسيطر حاول انت برضه زي ما قلت لك انا القرارات لاعبين هي خصوصا يدخلوا في الثلث الهجومي. انا زي ما قلت لك المهارات ما عندك مشكله في الهلال الاشكاليه عندك في القرارات.